وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تصديق القضاء في العراق على قرار حل جمعية التربية الإسلامية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي بالهيئة دكتور ثامر العلواني. أهلا بك دكتور ثامر. بداية، أصدرتم في هيئة علماء المسلمين في العراق تصريحا صحفيا بشأن تصديق القضاء في العراق على قرار حل جمعية التربية الإسلامية. بداية، لماذا برأيك يتم استهداف جمعية التربية الإسلامية قضائيا؟ حياكم الله اخي الكريم. حقيقة انما استهداف جمعية التربية الإسلامية ليس حديث اليوم، وانما هو منذ سنوات تستهدف جمعية التربية الإسلامية على يد بعض الطامعين والحاقدين على هذه الجمعية التي تأسست منذ عام 1949 على يد الشيخ أنجد الزهاوي، وهي جمعية عريقة لها تاريخها، تصدر مجلة سنوية، لها آلاف العوائل ومئات الأيتام الذين تهتم بهم وترعاهم وتسد حاجاتهم. حقيقة هذه الدوافع هي دوافع أولا طائفية وأطماع شخصية، لأن الجمعية منذ تقع في وسط العاصمة بغداد ولها مكانتها، المكان المناسب لهذه الجمعية، وتقع في مكان مهم جدا في العاصمة، واستهدفها أول ما استهدفها هو استهدفها إدارة كلية التراث الجامعة التي هي تقع في بناية تابعة للجمعية الشرعية، وقد استأجرتها من الجمعية الشرعية منذ عام 1988 تقريبا. ولكن أطماع هؤلاء لم تكتفي فقط في الاستئجار، وإنما قبل عام 2018 أخذوا المسجد وهدموا المسجد الذي هو تابع للجمعية، ثم ضموه إلى هذه الجامعة. وأيضا تفضل دكتور ثامر، يعني هذا القرار كيف تقرؤون تداعياته على الأفراد المستفيدين من خدمة الجمعية بشكل عام؟ أخي الكريم، الجمعية مستهدفة استهدافا واضحا كما قلت لك، أولا من أجل أطماع شخصية وأيضا دوافع طائفية، وتعاون على هذا الاستهداف حكومات متعاقبة، ابتدأت بحكومة المالكي ثم مرورا بحكومات عادل عبد المهدي وحيدر العبادي، وآخرها هو ما وصلنا إليه في حكومة مصطفى الكاظمي. كل هذه المراحل عبر هذه الحكومات الجمعية قد استهدفت بشكل مباشر من أجل أن يقتلوا الجمعية، من أجل أن يمحوا هذه الجمعية. هذه الجمعية ترعى مئات الأيتام، مئات العوائل، فهذا يعني أننا بقتل هذه الجمعية، بإنهاء هذه الجمعية، بتصفية هذه الجمعية، أن هذه العوائل التي كانت ترعاها الجمعية وهؤلاء الأيتام الذين كانت ترعاهم الجمعية أصبحوا الآن في شتات. معلوم تماما أن الحكومة والحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال قد آذت العراقيين، وقد قد زادت من معاناة العراقيين فقرا وجوعا، ونحن نتكلم اليوم عن ما يقارب من أكثر من 1000 ما بين يتيم وعائلة ترعاها هذه الجميع، أصبحوا الآن مشردون في الشوارع. نعم دكتور ثامر، يعني هل تعتقدون بوجود دوافع غير معلنة من هذا القرار الصادر عن القضاء في العراق بحق هذه الجمعية، جمعية التربية الإسلامية، والتي يستفيد من خدماتها الأيتام والكثير من المحتاجين؟ قطعا نحن يعني نستنكر على ما يجري بضرب هذه الجمعية. للأسف القضاء أصبح أداة بيد السياسيين الطائفين وبيد الطامعين الحاقدين، ولهذا قد رأينا بشكل واضح أن هذا القضاء لم ينصف الجمعية الشرعية، لم ينصف الجمعية التربية الإسلامية، مع أنه سلبت ممتلكاتها، هدم المسجد الذي هو تابع لها، ورأينا القضاء يصمت ويخرس. وأيضا هذا كله بتواطؤ من الحكومات المتعاقبة، وأيضا بتخاذل من يحسبون على أهل السنة بهذا الاتجاه، لأنهم لم يقفوا ضد استهداف هذه الجمعية العريقة، هذا التراث الكبير لهذه الجمعية التي هي تقريبا أكثر من 70 سنة على تأسيسها. كما تعلم دكتور ثامر، فإن المحكمة قررت أيضا تعيين مصف قضائي لممتلكات الجمعية،
السؤال هنا، هل يجوز تصفية الوقف على الرغم من أنه من المعروف أن الوقف يبقى موقوفا على شرط الواقف؟ حقيقة هذه مصيبة ابتلي بها العراقيون وابتلي بها العراق جميعا، لأن استهداف الوقف الإسلامي في العراق منذ أن جاء الاحتلال كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السعودية بشكل مباشر، وأصبح كل ما يعود للوقف مستهدف بشكل مباشر. رأينا مساجد اغتصبت، رأينا أملاك عقارية، مزارع، بيوت، كلها قد سرقها السياسيون بدوافع طائفية وبدوافع أطماع شخصية. هذه للأسف استمرت، وهو معلوم لدى كل المذاهب أنه لا يجوز التعدي على الأملاك الوقفية، لأنها أملاك تعود لله عز وجل وليس للبشر سلطة عليها إلا بمجرد أنه يديمها من أجل أن تذهب منافعها للفقراء والمساكين وما وقف على هذه الممتلكات. ولذلك للأسف هناك مساجد اغتصبت والى الان هي مغتصبه، وهذه الجمعيه الشرعيه ومسجدها والممتلكات التي تتبعها ايضا اغتصبت بسبب الاستهداف الطائفي وبسبب الاطماع الشخصيه للاحزاب المتسلطه في العراق. في سؤالي الاخير اليك الان دكتور ثامر، يعني بما تفسر الاستهداف المتعمد من قبل الحكومه وادواتها من قضاء ووزارات، بما تفسر هذا الاستهداف المقصود للأوقاف السنية؟ للأسف هم يريدون أن يمحوا تراث الأمة، يريدون أن لا يجعلوا تاريخ للعراقيين، لتاريخ لأهل السنة في هذه المناطق وفي كثير. نحن الآن هم يريدون أصلاً يريدون هدم ملوية سامراء، يريدون أن يمحوا أي تاريخ يدل على عراقة العراق، يريدون أن يهدموا تمثال مؤسس بغداد، العاصمة بغداد. فإذا نحن نتكلم عن بربر، لا نتكلم عن حكومة حقيقية، نتكلم عن أناس همهم وشغلهم الشاغل هو تدمير العراق وإنهائه بتاريخه، بحضارته، بعراقته، بكل شيء يمكن أن يتفاخر به العراق والأجيال القادمة وهذا الجيل وهذا العصر الذي نعيشه. يريدون أن يمحوا أي تاريخ ممكن أن يفتخر به العراقيون، لأنهم يمثلون مشاريع ضد العراق، مشاريع خارجية وأغلبها هي تصب بصالح جارة السوء إيران. الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.